السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كيف دايره؟ مع الصحه كل شيء بخير. نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الظروف، صحه جيده ان شاء الله يا رب. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا جميع واحد البطاطا كتستحق تجربه الصراحه ولذيذه، ويموتوا عليها الكبار والصغار، وراها عامله ضجه في الصراحه في المواقع ديال التواصل، لا فيسبوك لا اليوتيوب. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا غادي ندوزو دابا باش نعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج هنا البطاطا، المهم على حسب الناس اللي عندي. انا درت هنايا ثلاثه البطاطس كبارين، نتوما غديروا الخياس اللي عندكم ديال الاشخاص اللي عندكم. احسن شويه الملحه، واحد جوج دروس ديال الثومه مطحونين، راس المعلقه ديال الخرقوم البلدي، شويه البزار او الفلفل الاسود، وواحد هذه كتبقى اختياريه السودانيه، او الفلفل الحار كتبقى اختياريه، هذه درتها راس المعلقه. صافي غادي نحتاج معها الزيت وطنجره الضغط. غندير البطاطا اللي عندي غنديرها في طنجره الضغط، نضيف عليها هذه المليحه والملح حسب الذوق. غادي نضيف ليها الزيت، زيت نباتيه تقريبا واحد جوج المعالق كبار، وغادي نضيف معاها هاد جوج دروس ديال الثوم، وغادي نخليها حتى كتشحر مزيان. عاد نضيف ليها دوك التوابل، لحقاش الا ضفتهم دابا غادي تحرق ليا التوابل وغتلصق ليا في القاع ديال الكوكوس. المهم غادي نكتفي غير بالملحه والثومه والبطاطا والزيت النباتيه. صافي كما كتشوفوا من بعد ما كتشحر لي البطاطا على هذا الشكل هذا، صافي غادي نجي دابا باش ندير ليها التوابل، ونخليها واحد شويه نضيف ليها الماء وهانتوما معاها. صافي من بعد ما كتشحر لي البطاطا كندير ليها هاد التوابل كما كتشوفوا معايا. صافي درت ليها واحد الرشيشه ديال المعدنوس من الفوق، وضفت ليها الفرماج الحمر حتى هو محكوم. صافي غادي نسد عليها واحد 10 دقائق ونحل عليها ونشوف البطاطا ديالي واش طابت ولا مازال. ومن دابا غادي نضيف ليها نص كاس ديال الماء. البنات شوفوا لي ليا شنو دارت، هذه الكارثه الاولى فوق الداري، الكارثه الثانيه هانتوما. دابا ما عرفتش باش غادي نقيه، باش غادي نغسلو، باش غادي نمسحو، والله ما عرفت، ما جاتني حتى شي فكره باش غادي نجمع هادشي اللي دارت هكا. عرفتو خطات دانون ومشات جلسات سكسات حتى جات قالت لي باسي درت لك فيه دانون. وها نتوما شوف، زعما اللي عنده دري صغار يحضي معاهم وما يخليش لحسن الحظ باسي طافي ما مشعورش. الاسبيراتور غادي هي باش غادي هانتوما الا كتشوفو معايا شوفو شحال طلع، غادي نمسح هادشي اللي طلع دابا.
غادي ندير هاد الراس الطابو كتشوفوا صافي راه مسحتو درت ليه لاسبيراتور باش طلع لي هذاك الدانو اللي كان لداخل صافي والحمد لله هو شعلتو شعل راه خدام مزيان. المهم كنقول لكم البنات حطيو ردوا بالكم مع الولاد الصغار والبنيتات الصغيورين راهم الا غفلتو عليهم كيديروا الصراحه عيل الكوارث. وكانت هذه هي البطاطا ديالنا كتجي على هذا الشكل. هذا الوصفه ديال اليوم كتكون هي هذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم البنات الا كنتو جداد في القناه ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك. ونتمنىكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم وصحابكم وخوتكم واخواتكم. وكنقول لكم البنات الفيديو ديالنا غادي يتسالى في هاد الوقيته هادي. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.